أهلا بكم من جديد، ونستكمل حلقتنا مع فقرة قصة نجاح. قصة اليوم تبين مدى أهمية اختيار ما يناسبنا من تخصصات وأعمال في حياتنا. بطل قصة اليوم الدكتور حسن داود، المدير العام لشركة الصايغ للإعلام، والذي بدأ حياته طبيب أطفال بعدما درس في بريطانيا وعاد إلى دولته في الإمارات لممارسة الطب، لكن سرعان ما ابتعد عنه وقرر تأسيس مشروع خاص به وهو شركة الصايغ للإعلام. فلنتابع سيرة الطبيب الإعلامي الصايغ. الأفكار مهمة، ولكن التنفيذ أهم بكثير. لازم أنك أنت تتبع الشغف اللي عندك. دكتور حسن داود نائب رئيس التنفيذي في الصايغ الإعلام. الدكتور هي لأني طبيب أطفال، ولكن دائما يمكن الشغف الباشن هو اللي المفروض الواحد يتبعه. أنا تبعت الشغف الباشن وقررت في يوم من الأيام أني أغير من الطب إلى مجال أنا كنت أحبه كثير، الكرياتيف اندستري. الشركة اللي يعني نحن أسسناها كانت يمكن فريدة من نوعها. كنت حوالي 11 سنة في بريطانيا. خلال تواجدي في بريطانيا درست وعملت كطبيب نفسي، كطبيب أطفال، وبعدها انتقلت إلى مجال استراتيجيات الرعاية الصحية. وبدأت خلال عملي كاستراتيجي في الرعاية الصحية في بحوث عن تأثير الإعلام الجديد في الرعاية الصحية. وأيضا خلال كوني طبيب مبتدئ بدأنا شركة في دبي خلال تواجدي في بريطانيا، كانت انترنت ستارت اب ما نجحت وما مشت كثير، ولكن تعلمنا دروس كثيره وتم الشغف عندي. تمت الاسئله دائما كل يوم، ليش ما نجحت؟ انا نجحت في مجال وما نجحت في مجال ثاني، ليش؟ فيوم عن يوم ادركت ان اذا الواحد عنده حلم، اذا الواحد فعلا يبي يحقق شيء، يجب ان تعطيه وقتك كله. ونحن يمكن بدينا في مجال بعيد عن الرعاية الصحية، ولكن اليوم عندنا قسم متخصص في الرعاية الصحية، أنا أترأس القسم هذا، نشتغل مع كثير من الزبائن في المجال هذا. تعلمت رقم واحد أن مسألة القرار decision making لازم الواحد ما يتأخر فيها. الثقة يجب أن تكون كبيرة جدا إذا كان الحلم موجود، وأيضا أن الواحد إذا عنده حلم لازم يتخلى عن بعض الأشياء. يعني اليوم إذا الواحد يشتغل في دائرة، في مؤسسة كانت حكومية أو مؤسسة كبيرة، عنده first class ticket، عنده مميزات، عنده معاش ثابت، ولكن عندما تبدأ في المشروع يجب أن تتخلى عن الأمور هذه. أنا أقول في يمكن عقبتين اثنين لأي مشروع. العقبة الأولى والعقبة أن الواحد يكبر. العقبة الأولى مسألة أن أنت ما عندك شيء، أن كل يسألك شو عندك. يمكن بعض الأحيان الناس يقول لك ليش تسوي المشروع هذا، اشتغل في دائرة حكومية كذا كذا. ففي كثير من الانتقادات، يعني حتى أتوقع فادي غندور مؤسس أرامكس زامن يقول مبلى وراء كل رجل عظيم رأى، لا وراء كل رجل عربي انتربنور، أب وأم وأهل وأصدقاء يقولون له لماذا تدخل هذا المجال. بس
الإصرار ثم الإصرار ثم